هناك كلمة تأطيرية لمعالي الوزير الدكتور أحمد التوفيق، ومعالي الوزير الدكتور أحمد التوفيق غني عن التعريف، وشرفنا أن نقدمه لكم ونمنحه 10 دقائق. نتمنى أن يستطيع تغطية ما لديه في خلال هذه 10 دقائق، فليتفضل معالي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد مقرر، أيتها السيدات، أيها السادة، اهتم علماء الإسلام بأسباب النزول لا بالنسبة لآيات الوحي فحسب، بل بالنسبة للوقائع الطارئة كذلك، ويقصدون بأسباب النزول الدواعي والموجبات أو السياق الموضوعي لوقوع أمر ما يسميه الفقهاء أحيانا بالنازلة. والغرض من هذا الاهتمام بأسباب النزول الحرص على الفهم والحرص على الإصابة في الحكم على ذلك الأمر الواقع. والفهم والإصابة في الحكم لهما ارتباط وثيق بالسياق. إن الاستيحاء من منهج العلماء هذا يفرض علينا أن ندرج في برنامج لقائنا هذه الكلمة التي سميناها تأطيرية وكأنها نازلة، ولا نقصد بها سوى إيراد عناصر مقتضبة عن أسباب نزول هذا اللقاء حتى لا يساء فهمه وحتى لا يقع شطط في الحكم عليه من قبل المنصفين. وهكذا يمكن تأطير اللقاء بثلاثة سياقات متكاملة: سياق ديني، وسياق تنظيمي، وسياق سياسي. أولا سياق الديني، ويوضح طبيعة اللقاء وخصوصيته بين غيره من اللقاءات. ويستند هذا السياق الديني إلى 3 توجيهات في سنة الإسلام، توجيهات تحيل على نصوص من الحديث يعرفها المختصون وتتقرر بها 3 حقائق. أولا ارتباط الدين بالعلم، ثانيا شرط العدل والاعتدال في المرجعية الدينية، ثالثا قيام الدين على وجوب النصيحة للحكام من جهة ولعامة الناس من جهة أخرى. من هذه التوجيهات يتبين أن العلماء هم المعنيون بتأويل النصوص، لأن النصوص التي يتبعها المتدينون يمكن أن تستعمل إما في إقرار الحقوق أو في عكس ذلك من هضمها، بل قد تستعمل حتى في ارتكاب جرائم باسم الدين وهي ضد الدين. والسبب في تحريف نصوص الدين كما هو مقرر في التراث الإسلامي منذ عصر النبوة الآفات 3: الجهل والانتحال والتطرف. فلا غرابة أن تأتي مبادرة تنظيم هذا اللقاء من جهة العلماء، فمنهم فمهمتهم في التبليغ تتضرر تضررا بليغا من الآفات 3 المذكورة. والعلماء بالتالي هم المطالبون بتصحيح المفاهيم، فلهم مكانتهم ودورهم لا سيما في مسألة الحقوق، وإن كان الناس قد يعتادوا في هذا العصر أن تبقى مناقشتها في الغالب حكرا على جهات أخرى غير العلماء. وكما اهتم العلماء بأسباب النزول اهتموا بتصحيح الأخبار ووضع شروط الثقة بالرواة. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في عصرنا، عصر الأساليب المتعددة لاستعمال تكنولوجيا التواصل، حيث يتأتى ويتم استقطاب الانتحاليين من الشباب المتحمسين للدين من طرف أشخاص جهلة المنتحلين لصفة العلماء. ومن الطريف أن الفقيه المناوي، وهو عالم مصري من القرن 17، علق على شرح الحديث المتعلق بالانتحال مستشهدا بالإنجيل الذي يقول في مثل هذه الحال: وهل يستطيع الأعمى أن يقود أعمى؟ أليس يقعان كلاهما في بئر؟ هذا هو السياق الديني لهذا اللقاء، وهو واجب تصحيح المفاهيم. ثانيا السياق التنظيمي، وهو في نفس الوقت سياق منهجي، ويتعلق الأمر بالحيثيات التي أمكنت من عقد هذا اللقاء وصياغته في شكله، وتتمثل في 5 أمور. أولا إقدام جهات علمية دينية إسلامية على طرح هذا الموضوع لأول مرة والدعوة لمناقشته في لقاء من هذا المستوى، وهو إنجاز يستحق الاعتراف في حد ذاته. ثانيا التمهيد لهذا اللقاء بعقد ورشات بين الأطراف المنظمة خلال الأعوام الماضية. ثالثا اعتبار واجب البيان والنصيحة فرض كفاية
لأن السعي إلى الخير لا يحجر وعليه، فلا معنى للتساؤل عن تمثيلية المنظمين لهذا اللقاء، فالأمر مفتوح ولا يتعلق إلا بالتذكير بمبادئ مجمع عليها، أي أنه لا يتعلق بتفاوضات مصلحية فئوية أو بأمور تدخل في الخلاف المذهبي أو في الجزئيات القابلة للجدل. رابعا، إدراج بحوث علمية في برنامج اللقاء تذكر بسياقات تاريخية وفكرية مختلفة، إنها بحوث مدرجة لغاية توضيحيات ليس إلا، علما بأن دلالتها الإيجابية تفهم على الخصوص في سياقها، وإرادها بقصد تقوية المبدأ لا بقصد فتح سجالات تاريخية لا فائدة فيها، لا سيما باعتبار أن المآل المرتجى لعموم الأديان اليوم هو التساكن والتعاضد. خامسا، دعوة ممثلي الديانات الأخرى التي منها الأقليات للمشاركة في اللقاء، إن مبرر هذه الدعوة هو الاشتراك في الحال والمصير، والقصد منها أن يكون المدعوون شهودا على هذا البيان ويسمعوا هذا الاسترعاء ويتعبأوا مع علماء الإسلام في اتجاه حسن التفاهم وتجنب التعميم الذي يوقع في الحكم على الأديان حكما مجازفا سلبيا لا يأتي منه إلا تعميق التنافر والابتعاد عن مسالك الحكمة والخلاص. ثالثا، السياق السياسي الذي يرسم آفاق اللقاء ويتضح هو أيضا بطبيعة مهمة العلماء، حيث أن العلماء ليس لهم وليس عليهم سوى أن يقوموا بالتبليغ والشرح وبيان المبادئ والقيم، وأن يبذلوا النصيحة والمطالبة بأجرأة هذه المبادئ والقيم، وهذا ما يوضح دعوة عدد من الفاعلين السياسيين لحضور اللقاء، لأن المعول على السياسيين في ضمان الحقوق وضبطها بالقانون على صعيد كل بلد كما جاء في الرسالة الملكية السامية، وإلا فهناك مقتضيات عديدة تفصيلية تهم مسألة الأقليات تتعلق بحالات كسب الحقوق وممارستها في موضوع الأقليات، وليس هذا اللقاء محل الدخول في تفاصيلها، لأن المطلوب هو الإقرار بالمبادئ والالتزام بها وتبرئة الدين من مخالفتها. وعلى سبيل التوضيح نشير إلى أن الأقليات الأخرى إلى الأقليات المسلمة في البلدان غير المسلمة تتفاوت في التمتع هي أيضا بالحقوق بحسب البلدان، من الإنكار التام للحقوق إلى الحياد إلى درجة متفاوتة من التمكين حتى في إطار التساوي في الحقوق المدنية التي تكفلها المواطنة في بعض البلدان. لكن العلماء إذ ينظمون مثل هذا اللقاء يعولون إلى جانب السياسيين على الأمرين آخرين، أولهما استعمال قدرتهم كوعاظ في تقوية الوازع من أجل كسب الجمهور الواسع من المسلمين لاستعمال صوتهم الشرعي والمشروع لكسب رهان هذه القضية، قضية حقوق الأقليات، وثانيهما كسب تعبئة الإعلاميين حول حقيقة أساسية بيّنتها الرسالة الملكية السامية، وهي أنه لا يجوز لأحد أن يدعي أن الدين يجيز له أن يمس بحقوق الأقليات الدينية في بلاد الأغلبية الإسلامية. ويمكن ختم هذه الكلمة بما لا يجادل فيه إلا موسوسون بحوادث جزئية من التاريخ، وهذا الذي لا جدال فيه هو أن الأديان في حقيقتها جاءت لترسيم الخير القائم على العدل والاعتدال وللتنافس فيه على أساس كوني لا على أساس التناحر الطائفي أو الديني. العالم اليوم كما نرى قد جرب في مسيرته المعاصرة أنماط عيش وأنماط سلوك وتفكير، لكنه يواجه أزمات تهدده، ويبدو أن الإيجابية من هذه الأزمات أنها قد تدفع بالإنسان على نطاق واسع إلى الاهتمام من جديد بمعنى الحياة ومعنى الوجود، وسيحتاج الإنسان في اهتمامه المتجدد هذا إلى معونة الأديان لكي تقدم له جوابها مصحوبا ببرهان، ولن يكون للأديان برهان إلا إذا ابتعدت فيما بينها عن التنافر والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعندي دقيقة كنسلها لك، شكرا معالي الدكتور أحمد على الالتزام بالوقت وهي على هذه الكلمة التطيرية.